مساء الخير مشاهدينا. موضوعنا خلال كل هالأسبوع هو عن قانون الإيجارات الجديد، وعم نستضيف معنا بالاستوديو القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات ببعبدا الرئيسة ميراي ملاك، لتوضح لنا كل الأسئلة اللي كثير منا عم نطرحها حول القانون الجديد. واليوم تحديدا رح نحكي عن التعويضات اللي حددها القانون الجديد. اهلا وسهلا فيك حضرة القاضي. اهلا فيك. هناك تعويضات حددها القانون الجديد في حالات الهدم والضرورة العائلية. شو هن هودي التعويضات؟ كيف تحتسب؟ واكيد بموجب التعديلات اللي حصلت مؤخرا. نعم. اول شيء بس بدي اشير على انه بالاستناد للقانون الجديد المنشور ب 28/2017 صار بدل المثل هو 4% من قيمة المأجور في ما لو كان خالي. التعويضات للاسترداد للضرورة العائلية بنحسبها هي 5 أضعاف بدل المثل محدد ب 4%. أما تعويض الاسترداد للهدم فهي 7 أضعاف بدل المثل محدد ب 4%. هذا التعويض بيتناقص نسبيا حسب السنوات التمديدية، يعني بيتناقص بنسبة 9 يعني أنا فيام كل سنة. نحن عم نحكي أنه من تاريخ نفاذ القانون ب 28/2017 بتبلش أول سنة تمديدية يلي بتنتهي ب 28/2018. أول سنة بيتناقص هذا التعويض نسبياً بمعدل 9، كل سنة كمان بيتناقص معدل 9. هون بس بدي أشير أنه إلى أنه القانون الجديد ما فرق بين المدة التمديدية اللي هي 9 سنين و12 سنة اللي بيستفيد من الصندوق. يعني لكل العالم بيتناقص تعويض نسبيا بنسبة 9 كل سنة، ولو كانت المدة الفترة التمديدية تبع أجرته هي 12 سنة إذا كان بيستفيد من الصندوق. أوكي. وكيف بيتقاضى التعويض اللي بيستفيد من حساب دعم المستأجرين؟ نعم، هلا حسب المادة 10 من القانون الفقرة 2 بتقول انه عندما تقرر اللجنة استفادة المستأجر من الصندوق، بتبلغ هذا القرار لدائرة المالية اللي الواقعة في نطاق المأجور. ويعني هون نحن بس نقول صندوق هو منه صندوق بالمعنى المادي، يعني هو حساب ممسوك لدى وزارة المالية، فبتبلغ دوائر المالية بنطاق حيث وقع المأجور، وهيدي الدوائر الماليه هي بتصير بتدفع للمالك مباشره نسبه المساهمه حسب ما قررتها اللجنه. هلا هون كمان بس بدي اقول شغله انه الفقره الاخيره من الماده 10 اعتبرت انه هدول المبالغ تبع المساهمه يعني قد ما بيستفيد المستاجر من الصندوق هو المبالغ بيكون الصندوق مديون فيها للمؤجر ومش المستاجر مديون فيها، يعني المالك ما بيطالب المستاجر الا بالمبالغ المستحقه بذمته غير اللي تقرر انه المساهمه، يعني غير اللي قررت اللجنه اعطائه مساهمه فيها. لانه مثل ما هو المالك دائن ببدل الاجار والمستاجر مدين ببدل الاجار، انما هون الصندوق بيكون صندوق مديون للمالك بقيمه المساهمه اللي هي متوجبه ما بيطالب فيها المستاجر بقى. وهل ممكن ان يعلق التعويض لحين انشاء الحساب؟ هلا اذا عم نحكي هون عن تعويض السرداد للضروره العائليه او تعويض للهدم او اي تعويض اخر بيكون بس متعلق بالصندوق، نعم، لانه هون بنرجع للماده 58 اللي علقت كل شيء يتعلق بالصندوق لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ. حضره القاضي ميراي ملاك، شكرا لحضورك معنا وشكرا لكل هالتوضيحات. شكرا لك. ثانك يو. مشاهدينا، تفاصيل قانون الإيجارات والتعديلات اللي نشرت بالجريدة الرسمية مؤخرا حول القانون صارت واضحة من خلال القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الإيجارات ببعبدا الرئيسة ميراي ملاك. شكرا لكم مشاهدينا، نحن منتابع حلقتنا بحلقة بكرة، خليكن معنا. ميرامار 2 بروجكت سياحي فخم بيشمل لبنان تحديداً بالألمون، بعيد 50 دقيقة عن بيروت وسبع دقايق عن طرابلس. موقعه كاشف على البحر وخضار الجبل وفيو أكبر مرفق بيشمل لبنان. مؤلف ميرامار 2 من 4 بلوكس و70 أبارتمنت بالإضافة لأوتدور بول. تتراوح مساحة كل أبارتمنت من 90 متر مربع مع 2 بيدرومز وصولاً لدوبلكس 300 متر مربع مع 3 ماستر بيدرومز. مكون المشروع من 3 طوابق، جراند فلور بيستفيد من جاردن، الطابق الثاني تابع لإله تيراس، أما الطابق الثالث عنده روف توب مجهز ببرايفت بول مع بيس من إزاز كاشف على الليفينج روم بالطابق الأسفل.
تونيل تحت الأرض بيوصل ريزورت ميرامار 1 بالمشروع السكني ميرامار 2، وبإمكانية جميع السكان الاستفادة من خدمات الريزورت. من أهمهم بولز، جيم، سبا ومطاعم وانترتينمنت. سبيسيفيكيشنز عالمية بالعمار والفينيشينج. سيكوريتي ومينتننس 24/24. بالإضافة لأندرغراوند فلور مخصص للباركينج. 70% من الشقق أفيلبل للبيع والمساحات ابتداءً من 90 متر مربع. ميرامار 2 لوكجري بروجكت ضخم على بعد أمتار من البحر ومأمن فيه أحدث الخدمات. أما التسليم بربيع 2018. أبارتمنتس مع سند ملكية وتسهيلات مأمنة بالدفع. أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة صور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين، وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق، كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنتس 115 متر مربع مع 2 bedrooms و 147 متر مربع مع 3 bedrooms. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم solar power, double glazing و insulation system، بالإضافة ل gardens, basket court و playing area داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة صور، 140 أبارتمنت من أصل 350 أفيلبل للبيع مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي ببعبدا قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بطل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و 230 متر مربع بالإضافة لغاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و 400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية، منا عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريتورز. كل أبارتمنت تابع لإلها 2 لـ3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزي هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد ومعايير عمار عالمية. أما التسليم بآخر صيف 2019.